جمال يقول لي سلم على مطارق جمال. صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج 90 دقيقة. قبل لا أرحب بضيوفنا ونوضح موضوع الحلقة، خل أشكر الأخ العزيز أبو عمار الصفار صاحب معرض فيفا سنتر في مجمع المثنى. يعني بعد الحلقة مباشرة كلمني الأخ راضي، قال لي طبعا أمس، قال لي باريس سان جيرمان أنت دائما تمدحه وتشيد فيه، لأن طبعا برئاسة الأخ العزيز ناصر الخليفي وفازوا على تشيلسي، فتقديرا لهم لازم تلبس تيشيرت باريس سان جيرمان. قلت له حاضر، ويستاهلون باريس سان جيرمان، ونتمنى يكملون المشوار. سجل مباراة صعبة إيابا في ستانفورد بريدج، لكن هم قدها وقدود ولا يزعلون من التشلساوية، لكن لازم نوقف مع ناصر الخليفي ونوقف مع باريس سان جيرمان. مشكور مرة أخرى أخونا أبو عمار الصفار، وشكرا لفيفا سنتر. اليوم حلقتنا سنتحدث فيها حول قرار لجنة المسابقات بتأجيل الدوري العام أو الدوري الرديف. بنعرف من هو المسؤول عن هذا القرار. طبعا الإخوان أعلنوا بأن السبب الملاعب وعدم وجود ملاعب، أيضا سنتحدث حول هذا الموضوع، وين الملاعب. كل هذه الأمور راح نناقشها في حلقتنا اليوم اللي منورنا فيها، ونرحب بمشاركتهم معنا طبعا الأخ العزيز نابر سجلت المسابقات عباس دشتي، نشكره على تلبية الدعوة، بجانب زميلنا الإعلامي والناقد الرياضي خالد أبا الخيل الدوسري، على يسار مدير فريق القادسية السابق الأخ العزيز محسن غانم، وإن شاء الله معنا مدير كرة فريق الساحل الأخ العزيز مطلق العازمي، راح يكون موجود إن شاء الله بعد دقائق. اللي يحب يشارك ويانا أرقام هواتفنا واضحة على الشاشة، حسابنا في تويتر إنستغرام أيضا مجال لكم مفتوح. كالعادة البداية بتقديم الشكر لرعاتنا وداعمينا لشركة تيماس، شكرا لكم. سفريات النور شكرا لكم. مطعم وسلسلة مطاعم فروج شكرا لكم. ديرندير الأخ العزيز محمد العنجيري شكرا لك. سابلي والأخ العزيز عبدالعزيز البالول شكرا لك، وأيضا أخونا جاسم البصري وصاحب سلسلة صالونات نجمة القريب. قبل لا أبدي في خبر مهم اليوم بثته وكالة الأنباء الفرنسية حتى أيضا نكون منصفين في نقل الخبر، وتم توزيعه على كل وكالات الأنباء، بأن الاتحاد الآسيوي في اجتماع حاليا في كوالالمبور. أعضاء الاتحاد الآسيوي بالإجماع، وهذه كلمة يعني صعبة جدا، بالإجماع اليوم يعني بمن فيهم دول الخليج دول العربية، وافقت على قرار الفيفا بإيقاف الكويت وأندونيسيا. طبعا أندونيسيا أمر آخر، لكن نتكلم عن الكويت اليوم. بطارق تعليقك على هالموضوع وهالقرار، خاصة أن يتزامن هالقرار مع رحلة وفد شعبي قاعد يزور دول الخليج، لي يعني طلب منهم الوقوف مع قضية الكويت ورفع الإيقاف عن الكويت. بسم الله الرحمن الرحيم. والله بصراحة الخبر تو أول مرة أسمع منك، على يعني تفاجأت فيه، وما أدري بصراحة ليش يعني القرار طلع بهالصورة هذه وبالإجماع مثل ما تفضلت. وأكيد في أشياء من وراء الكواليس إحنا ما نعرفها، يعني إن شاء الله مع الوقت كل شيء راح يبين. يعني ما عندي أي تعليق غير هذا الصراحة. أروح حق بفهد كإعلامي وناقد رياضي، بفهد تفسيرك لهذا الموضوع. يعني البعض يستغرب صدور القرار في هذا التوقيت، يعني هل الوفد الشعبي مثلا لما سافر مو عارف أنه في اجتماع في هذا التوقيت في كوالالمبور، ويجب أنه يسافر قبل لا يكون هذا الاجتماع، حتى أيضا يكون في موقف من الأخوان في الاتحاد الآسيوي والدول الخليجية بالذات. يعني الوفد مسافر وفي وفود خليجية موجودة في كوالالمبور. يعني أنا أقول خلي يرجع الوفد أفضل، وهذا هدر للمال العام، والوضع صار إنه سياحة وسفر، وما أعتقد إنه أساسا من البداية واللاس وتكلموا وكتبنا وقلنا الكلام هذا، ما في وفد ينفع ولا في كلام ينفع. الموضوع واضح وضوح الشمس، قانون لازم يتوافق مع الميثاق الأولمبي أو الميثاق الدولي. في عندنا التسع بنود، لازم التسع بنود هذه تتعدل بما يتوافق مع القوانين، غير الكلام هذا كله ضحك على الذقون وسفريات وروحات وجيات، والقادم سيء. طيب بو عبد الله. والله مسعود، شوف أنا ما أختلف عن
الإخوان، الموضوع واضح إنه موضوع سياحة. الوفد اللي تشكل هذا الشعبي أنا ماني عارف، يعني أنا استغرب يعني أسماء لها تاريخ ولها، يعني عبد الله معيوف، محمد كرم، سعد الحوطي، نعيم سعد، يعني مو عارفين أنتم مشكلة هذول رياضيين. يعني لو أنا أقول لك والله ناس بعيدين عن الرياضة أو أعضاء ما يسمى رايحين، أنتم رياضيين مو عارفين القانون؟ يعني أنت ابن الرياضة مو عارف القانون؟ القانون بيد اللجنة الأولمبية الدولية، القانون دولي، أنت مخالفة، أنت كدولة مخالف الميثاق اللي أنت موقع عليه، أنت موقع على الالتزام بالقوانين والمواثيق، أنت مخالف، أنت رايح ماخذ لي وفد شعبي بتلف لي 50-60 دولة على شنو؟ الحين القرار هذا اللي طلع شو بيسوون فيه الأخوان اللي بترون الحين؟ بيقعدوا لي 4-5 أيام بالخليج وبيوم مرة ثانية وبيبحثون شنو صار بالاجتماع هذا، وبعدين ينقل لهم دول ثانية شوف عاد وين. فهذا أنا مستغرب منه. الجماعة يعني واضح إن عناد في عناد وما راح نخلص الموضوع، واضح عطوهم في آخر زيارة لهم جمد القرارات هذه، الحين وقف نعطيك سنة ارجع الرياضة حلوا مشكلتكم خلال سنة. يعني أحسن من كذي ما فيش، حق أصرف واروح ويي وعاند، شنو نهاية النهاية العناد؟ شنو الشباب ضاعوا، هيئة الشباب الرياضة صارت هيئة شباب هيئة رياضة، حلوا المواضيع داخل هنا عندكم. يعني الحين أنت قاعد تحل مواضيع الشباب الرياضة في السفرات هذه والروحات هذه، الشباب تدمر، جيل كامل تدمر، مو بس كرة قدم، جميع الألعاب، شنو يسوون الحين؟ المشاكل راح تكثر الحين وأمور كثيرة. يعني أنا أستغرب صراحة، يعني والله العظيم ملينا من الكلام هذا. وأنا أبي أوجه كلامي بعد وتكمله لكلام أبو عبد الله، أوجه الكلام حق الجهبذ اللي طلع فكرة الوفد الشعبي هذا وشنو دوره وشنو ممكن يكون تأثيره على القرار. أنا بعرف هذا اللي طلع الفكرة هذه، أنا أوجه له الكلام الحين، شنو 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 شعورك الحين بعد الإيقاف بالإجماع؟ شنو شعورك؟ هذا إذا أكو شعور عنده أصلا. لا راح يسافرون وراح يدورون عن يعني الدول الثانية وراح يسافرون ذكر. يعني هما الحمد لله، يعني أنا أختلف معك بفهد، أكيد حرصهم على الكويت وعندهم شعور على وغيرة على اسم الكويت وحب الكويت، وبالتالي هذه المهمة من أجل المحافظة على سمعة الكويت واسم كلنا الكويت. نحب الكويت مسعود، كلنا نحب الكويت مسعود، ترجع له ترجع لا لا كلنا نحب كلنا نحب الكويت بس مو بالطريقة هذه. أسوي وف أسوي وف في قطر والبحرين، أنا هذا حق الكويت. دور اليوم وين الكويت؟ مو تلعب الدور يا أبو سعود، أنت كأنك تعاند. لا لا هي الطريق واضح قدامك، أنت وين رايح منك؟ شاكو قطر والبحرين راح يلوم ماكو الحين. انت مو تقول جماع جماع الاتحاد الاسيوي؟ نعم جماع. نعم شلون شلون بتروح لهم الاتحاد الاسيوي؟ ما في قطار السعوديه والدول الخليج في ولا ما في؟ زين شلون بتروح حق الدول هذه؟ نعم بس على نفسك وعلى اساس تروح؟ شنو في والله الاتحاد الاسيوي في شرق اسيا؟ انت جاني هني بالبحرين وبقطر ايش تبي تسوي؟ نعم وكان كنا نتمنى الاخوان يروحون كوالالمبور ويجتمعون مع الاخوان هناك في كوالالمبور قبل اجتماع الاتحادات الآسيوية، عموما تبقى لهم وجهة نظر حول هذا الموضوع. الاخوان في الكنترول يقولون حاولنا الاتصال بالاخوان اعضاء الوفد الشعبي لكن للاسف ما حد راضي يعلق على هالموضوع ولا يعلق على قرار الاتحاد الآسيوي ولا راضي يعلق على موضوع ما راح يعلق ولا يردون على رحلة. احنا بنعطي يعني الطرف والطرف الاخر، هذا واجبنا. في نقطة لازم نركز عليها قالها اخونا ابو عبد الله، مع احترامنا لاعضاء الوفد، احنا العملية مو قاعد نتكلم باسماء او اشخاص، قاعد نتكلم ليش انت رحت ومنو اللي فكر الفكرة هذه وش حقتها بتوصل حق شنو؟ يبي يوصل حق شنو؟ لا هو يمكن بيجمع لانه يبون 53 صوت حسب اللي سمعناه عشان يتم رفع الايقاف عن الكويت. يعني 53 صوت ها؟ نعم هذا ذكروني بصفر مال مصر مال المونديال لما راحوا لازم راح التصويت ولا يطلع صفر. ان شاء الله كلنا ثقه فيهم، ان شاء الله يجمعون هالاصوات وان شاء الله هم قدها وقدود. بسعود بسعود هم الحين سؤال، مو في قوانين دوليه وفي مواثيق بالعقل، واحد زاد واحد يساوي اثنين، التزم فيها. انت رايح تلف هذه اللفه على شنو؟ يعني انت بتكسر القوانين هذه؟ هل الدول هذه بتوافق لك انك تخالف المواثيق هذه؟ ما يصير. يعني حدث العاقل بما يعقل، الامور واضحه مو لف، يعني عاندني وعاندك، في قوانين ومواثيق ودوله الكويت اللي احنا
كلنا انت قاعد تقول نحبها ونقدرها. يعني هذا هو هو مهمه رحله الـ الـ مهمتك الـ انت عارف ان انه إن بيثبت لهم ان احنا نحترم سؤال. القوانين الدوليه واحنا مع القوانين الدوليه احترم القوانين الدوليه بتعديل القوانين بما يتوافق معها. هذا احترمها بالقوانين الدوليه ما ينفع بالكلام ما توحي بهالشيء. هم رايهم ان احنا ما نخالف القوانين الدوليه. انت كدوله انا اجيلك اقول لك تعال وقع عشان الكويت ترجع. لما انت تجي تطالع مخالف للمواثيق شلون انت بتوافق لي؟ هي شنو مجاملات ولا؟ احنا ارجع واكرر مره اخرى حاولنا الاخوان في الكنترول وهذا المجال لهم مفتوح وارقام هواتفنا قاعد تظهر على الشاشه وحاولنا الاتصال بالاخوان اعضاء الوفد ما يعني رفضوا ان يعلقون على موضوع قرار الاتحاد الاسيوي او يعلقون على رحله الوفد. المجال مفتوح للبقية سواء اللي مو مع الوفد اللي داخل الكويت أرقام هواتفنا واضحة اللي يحب يرد على 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 وجهة نظر الأخوان يخالفهم في هذا الرأي المجال لهم مفتوح. خلوا حق أبو سعود ممكن أختم بعد في جملة بشكل سريع. الحكومة عارفة ومتأكدة 100% أن هناك اختلاف ما بين القوانين الموجودة مالت الرياضة والقوانين الدولية وعارف ان في منظمات دوليه مثل العمال ومال العمال والامور والاسرى ومال الاسرى في كثير من المنظمات في لوائح لازم تكون ملتزمه فيها ولا تعتبر خارج المنظومه هذه. قبل فتره الحكومه مصرحه ورئيس مجلس الامه والعدد من الاعضاء باحترام الكويت حكومه الكويت للوائح والقوانين التي تنظم حقوق العمال. ما حصل هذا قبل فتره؟ بل صحيح. اذا هذا اعتراف من الحكومه الكويتيه ضمني ان احنا ملتزمين بالقوانين الدوليه. شمعنا في الرياضة يختلف الوضع ما سوى حتى بالرياضة احنا محترمين القوانين الدولية هذا رأي الحكومة هذا رأي الحكومة يقولك احنا محترمين القوانين الدولية وما نخالف ليش قانون العمال ما في أي بند ولا لائحة تخالف القانون الدولي أو لا 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 مع المنظمات العمالية بالرياضة ليش أنا أخالف الميثاق الأولمبي يقولك احنا ما قاعد نخالف القوانين يا رجل اللجنة الأولمبية فيها 260 دولة 206 دولة طيب دول العالم كلها موجودة فيه وكلها ملتزمة بالقانون هذا أوكي. احنا نطوي هالموضوع فتحناه لان اليوم هذا الخبر يعني قاعد يداولون الشباب الرياضي هل قرار الاتحاد الاسيوي هذا يعني ان الكونغرس كونغرس الاتحاد الدولي او الكونغرس الاتحاد الاسيوي اللي سيكون قبل كونغرس الفيفا هل ايضا سيجمع على عدم رفع الايقاف عن الكويت هذا امر لابد ان يطرحونه الاخوان للنقاش قبل الكونغرس المنتظر أن يعقد إن شاء الله الأسبوع الجاي. نروح حق تقريرنا الخاص بحلقتنا اليوم موضوع حلقتنا أزمة الملاعب من هو المسؤول خاصة بعد قرار لجنة المسابقات أمس بتأجيل الدوري العام. أحداث متسارعة في الأيام الماضية وضعت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم في واجهة المشهد الكروي بدءا من استقالة رئيسها أحمد الدويلة ومرورا بقلب نتيجة لقاء العربي مع الساحل لمصلحة الأخير على خلفية الخطأ الإداري للنادي العربي بتسجيل اللاعب الموقوف جاسم محمد كرم في قائمة المباراة. وأخيرا وليس آخرا بقرار تأجيل الدوري العام بسبب أزمة الملاعب التي أدت إلى إرباك عمل اللجنة واضطرارها لإجراء العديد من التعديلات على جدول مباريات دوري فيفا قبل رفع راية الاستسلام والاعتراف بعجز الاستمرار في تنظيم دوري الرديف الذي هو بالأساس محل شك وتشكيك من جدوى تنظيمه. وما هو معلوم أن أزمة الملاعب هي أزمة قائمة منذ العام المنقضي حيث كان يفكر اتحاد الكرة بتعليق نشاطه بسبب ما اسمه رئيس اللجنة المستقيل أحمد دويلة تعمد من الهيئة العامة للرياضة بإفشال نشاط الاتحاد من خلال تجديد عقود صيانة ملاعب الأندية الأمر الذي وضع الاتحاد في مأزق مع وجود 7 ملاعب خارج الخدمة. ولكن هذا لم ينأى باللجنة عن سهام النقد حتى لو كانت قراراتها من صميم اللوائح والقانون كونها العمود الأساسي في هيكل التنظيم الإداري للمسابقات. وما بين اتهام الاتحاد للهيئة وبين نقد وانتقاد للجنة فإن الحلول تبدو مع اقتراب نهاية الموسم شبه منعدمة فلا الوقت يكفي للمعالجة ولا الاتحاد يملك العصا السحرية لإضفاء الاستقرار على بطولاته. ليبقى السؤال إلى متى ستظل المشاكل تلاحق لجنة المسابقات وهل من سبيل إلى الخلاص؟
مطارق. حياكم الله ويانا. خل رحب بضيفنا، انضم لنا الاخ العزيز مطلق العازمي مدير الكره في نادي الساحل. حياك الله يا ابو محمد وصبحك الله بالخير. صبح عليك ومبروك الفوز على العربي. الله يجزاك خير. تستاهلون. مشكور ابو سعود، صبح عليك انت ويا الاخوان ابو عبد الله ابو طارق ابو فهد اخواني الكبار، وتشرف اني اكون وياكم. مشتاقين يا ابو سعود. احنا اللي مشتاقين. غرامه التاخير. انا اسف على التاخير. وكافي اللي غرامات اللي عليهم 100 دينار كامرتين. اذا تسمح لي بهالمناسبه ابي احييك يا ابو محمد، احييك على تصريحك الشهير في القناه الثالثه لما قلت عبد العزيز عطيه يعطينا فرصه نتكلم وانتم ما تعطونا. لا شوف للامانه انا احييك على التصريح. الله يجزاك خير. وانا قصيته ترى ونزلته بس علشان لازم الكل يعرف انه لازم يكون الراي والراي الاخر موجود. لا ان شاء الله. شوف للامانه ان شاء الله ونعم فيهم ما قلت شيء. ونعم فيهم. انا اتكلم على الاسلوب. ابو فهد اول شيء مشكور على تحيتك لي. انا لما ذكرت عبد العزيز عطيه اخوي الله يجزاك، انا ذكرته من باب استفزاز محمد البداح مسي عليه بالخير على اساس يعطيني وقت. يستاهل ولا هو الامانه رجل ابراهيم ونعم فيه. انا بس على اساس استفزاز ولا انا دائما اطلع له عزيز يعطيني راحتي. لا تستاهل بيت ويعطيني دقائق. انا اتكلم على توجه جزنا كم بيت. اتكلم على توجه قنوات مش اشخاص. هم كلهم ونعم فيهم. ما قلنا شيء. نعم فيهم. احنا التوجه نتكلم ان شاء الله راح يقصرون. خلينا ندخل في موضوع الحلقه. شفنا التقرير بطارق، يعني امس ابو صلاح دخل ويانا مشكورا في مداخله هاتفيه وحمل الهيئه سبب قراركم وثار الضجه صراحه. البعض يعني دز لي مسجات قال الاتحاد قاعد يرمون اخطائهم على الهيئه وقاعد يحملون الهيئه الاخطاء اللي قاعد يقع فيها الاتحاد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالبدايه اشكركم على هذا اللقاء، وبصراحة بسعود يعني من لا يشكر الله لا يشكر الناس. الأمانة أنا ما بحن أقول الهيئة ولا بأقول الاتحاد، بس هو الخطأ وهو مو خطأ لكن في شيء في مشكلة صايرة فعلا بالموسم. أبي بس يمكن ثلاث أربع دقائق تعطيني فرصة أتكلم. الأمانة يعني الهيئة لما طلبنا منهم ملعب استاد جابر حق نهائي كاس ولي العهد، انا كنت مع الاخوان باللجنه رحنا شفنا الملعب مرتين او ثلاث، وبصراحه كان اخر مره جاينا الدكتور حمود فليطح اصبح عليه وقال اللي تبونه يصير، وفعلا ما قصروا. والامانه الاستاف اللي موجود وبوجود الدكتور حمود وحطونا يعني اي شيء احنا نطلبه سووا لنا اياه. هذا بالنسبه حق استاذ جابر. بالنسبه للملاعب، الهيئة عندهم كان عندهم برنامج أساسي تصليح الملاعب حق دورة الخليج، برنامج مسبق، وهم حطوا البرمجة مالتهم. وبعدين طبعا اللي صار إنه ما توقف النشاط وما صارت دورة الخليج، فعلى ضوء ذاك البرنامج هم كملوا برنامجهم. تكملة برنامج الهيئة صار على حساب الاتحاد، لأنك يو بشهر 11 وبدأ النشاط في الصيانة الملاعب. إحنا كنا بعدين نشاطنا بالضبط، فعندهم هم العشبة الشتوية هذه يبي لها وقت من 3 إلى 4 أسابيع أساس يسوونها في كل ملعب. هذه الأمور هي اللي لخبطت الملاعب والصيانة. النادي يدز لنا ان احنا عندنا صيانه، احنا عندنا لائحه تقول لازم النادي يخبرنا قبل 45 يوم من موضوع الصيانه اساس احنا نعرف شو نسوي ونحط الملعب البديل. طبعا احنا دزينا كتب صراحه حق اغلب الانديه اللي دزت لنا الموضوع الصيانه بالغرامه، لان احنا قاعد نطبق اللائحه على الكل. والنادي الأمانة هم بعد عنده مشكلة مع الهيئة، إن الهيئة معطيه برنامج يعني طيب. نزلوا بالملعب صراحة يعني الهيئة يمكن بحس النية. أنا يعني ما أحط بدمتي شيء. هذا كله أربك ملاعب الأندية مع برنامجنا إحنا كاتحاد. أكيد يعني إحنا صاحب الشأن بموضوع الصيانة، أكيد الهيئة هي المسؤولة ويعطيها العافيه انما ما قصروا. لكن بالنهايه الملاعب لو اذكر لك اياها الحين تقول لي فعلا كلامك عدل. ملعب القادسيه خارج التغطيه لانه دزوا كتاب رسمي انما لاخر الموسم، مع ان هذا ترى يضرهم
ما يفيدهم ان مبارياتهم كلها راح تكون خارج ارضهم صح. وهذا شيء مو زين لهم صراحه. طيب. لكن الناس يعني قالوا ما نقدر. اوكي. عندنا ملعب الجهرة عليه عقوبه. أوكي. عندنا صليبخات ما عندهم ملعب، اليرموك ما عندهم ملعب، فحيل ملعبهم ايضا خارج التغطيه لان صليبخات ما عندهم ملعب. النصر لحد الان صيانه. نعم. ما خلص ملعبهم. كاظم دزونا كتاب قبل اسبوع، هم خلال هالاسبوعين يبون بعد صيانه. طيب. بالنهايه شفنا ما عندنا الا ست ملاعب تبي تلعب عليه دوري الشباب والرديف وفيفا، ما تقدر فعلا ضغط على الملاعب. احنا قلنا اكلمك على موضوع التوقيف الرديف. نعم. اكمل لك الموضوع ولا؟ نعم. انت فقررتوا ان هذا مرتبط بهذا يعني، فقررتوا ان توقفون الدوري. طبعا لان ما في ملاعب. طيب. وبعدين في انديه ابو سعود اسمعني لو سمحت، في انديه يعني مثل القادس العربي، الكويت، السالميه، قاعد يساعدون الانديه الثانيه ان يلعبون على ملاعب، لكن يوم يومين ثلاث يعني ما يقدرون بعد يعطونك اكثر من المطلوب. طيب. فلذلك احنا شفنا ان نوقف الاقل في دوري الرديف في المباريات الى اشعار اخر. طيب. لحد ما الملاعب شويه. عندكم استاذ جابر ليش ما تستفيدون منه؟ يا استاذ جابر تبي اكمل لك على موضوع استاذ جابر ولا بعدين؟ عشان بعطي المجال حق الاخوان. ايه؟ بعد راح ارجع له والله، عندي موضوعين انا بس استاذ جابر واستاذ جاره. لان انا اللي عرفت الاخ جاسم الهويدي قال تحت امر الاتحاد يستخدمونه في المقابل. طيب. هناك في كتاب رايح من الاتحاد تاريخ 6/1 رايح حق الهيئه ليومك هذا الحين ما في رد، ففي تناقض يعني. تبي تعلق على النقطه؟ في كتاب راح من الاتحاد موقع باسم سكرتير الاتحاد حق الهيئه فعلا تاريخ 6/1 يقول يعني يا هيئه اعطونا الاليه اللي ممكن احنا نحط فيها مباريات الدوليه الرسميه او المحليه. والكتاب راح لهم وللاسف لحد الان ما ردوا. اي نعم للحين ما ردوا. ما ردوا. زين شلون الاخ جاسم الهويدي يرد يقول تحت امره الاتحاد الملعب الاستاد؟ والله عاد بعد يعني هل هو ارتجالي شفوي كذي قدام العالم اعلاميا؟ ترى احنا ما عندنا مشكله اخذوه. طيب اذا في كتاب جايك انت كهيئه رسمي لازم ترد علي رسمي، ما يصير اروح انا اخذه واحط على كيفي. عشان الصوره تكون واضحه قدام الناس. والله هذا الموضوع نوجهه للدكتور حمود فليطح. يعني والاخ العزيز ما ادري انا منو المنسق الاعلامي، اعتقد الاخ صالح سويلم مشكورا يعني هو دائما يتواصل معنا. اتمنى توضح لنا ليش ما رديتوا على كتاب الاتحاد الكويتي لكره القدم المؤرخ في 6/1 بطريقه الاستعانه باستاذ جابر لحل مشكله الملاعب. الان اكثر من شهر وشوي، والموضوع ايضا الناشد فيه الشيخ احمد المنصور. هذا الكتاب موجود قاعد يوريني اياه، راح ان شاء الله ادزه حق الاخوان عشان يعرضونه الحين. اروح حق ابو محمد انت مدير كره وقاعد تعيش الوضع الحالي. ايقاف الدور العام ما تعتقد انه تاخر؟ يعني كان مفترض انه من زمان ان هالدوري موقف حتى لا تنحطون في الموقف. والله ابو سعود انا اعتقد ان ابو طارق هو كان ويانا بالاجتماعات بخصوص الدوري العام، وقلت انا كلام يمكن بطارق يتذكره، وانا كنت من الناس اللي كنت اسعى الغاء الدوري العام نهائيا، ما في دوري عام، وكنت اسعى من خلال ذلك ان اللاعبين بدل ما يكونون 40 ويكونون بعضهم يعني زياده على نواديهم انه يصيرون 26 24، واللاعبين الباقيين يتوزعون على الانديه، يقوى عندك الدوري ويقوى عندك المنتخب الوطني، وقلت هالكلام. اخر سنه الموسم هذا انا جاي الاتحاد كانوا اللي رافضين الدوري العام تقريبا 7 أندية أو 8 أندية خالصين. ها جيت الاجتماع انقلبت الايه، طلعنا احنا الساحل ويمكن ويانا الناديين بس اللي ما يبون الدوري العام اللي هو الرديف بس 2-3. هو كان العكس، كان 8 أندية بلمح البصر، وكنت يعني جيت متاخر وكان في كرسي فاضي جنب فهد عبيد وجنب طارق، تذكر طارق؟ نعم. الموسم هذا نعم نعم كنت ابو عبيد جنبي ابو عبيد. لمح البصر يعني تقصد في تاثير عليهم غيروا؟ لا ما ادري ايش عاد غيروا وهم يسالون يعني. فقلت انا جاي 8 أندية ما يبون، وقلت اذا 5 أو 6 أندية الاتحاد راح يقول يبا بلاه الدوري العام، والحمد لله تعتبر بدايه زينه او تعديل الخطا سابق. قال والله عاد الناس وافقوا. فهد عبيد قلت له فهد انا جاي على 8 انهم ما يبون الدوري العام. قال والله عاد الناس. ورسيتوا على منو انتوا؟ ما ادري من ويانا بعد يعني ناديين 3 يعني. ماكو
بلمح البصر. منو من الانديه اللي انت تدري انها كانت رافضه الدوري العام؟ ما ابي اقول والله عشان عشان عشان, عشان يطلع ويانا يقول شو اللي غيره شو اللي خلاه يتغير. بس خليني احنا اعطيك اثاره. لا هذه نقطه بس سعود انا في امور ودي اتطرق لها اذا تسمح لي. تفضل. او شيء اسف على التاخير. لا معذور. الله يسلمك. انا كنت قاعد اطالع الاخوان يتكلمون عن الوفد. نعم. تقرا ابو عبد الله؟ الوفد يساوي عبث. اللي قاعد يصير بالكويت الحين عبث. انت بدال لا تروح تحاول الى 53 دوله او 52 دوله تحل امورك، حل امورك هني. انت رايح برا تحل امورك وانت امورك الداخليه ما انت قادر تحلها، وتحداهم يقدرون يحلونها. اول موضوع الاحتراف، ما انت قادر تحله. 16 نادي يوقعون على رفض اللائحه الجديده ولم يتم الرد من الهيئه الى الان من 2015، وتصدر اللائحه الجديده الحين اليوم اصدرها بدون موافقة الأندية. اليوم رجوع للأندية يجوز هالكلام؟ ترى احنا ساكتين من زمان وكنا نحاول الى حلحلة بعض الامور، لكن واضح ان الهيئة في امور قاعد تدار لتنفيع الناس الاخرين، والناس الاخرين ما عندي مشكلة فيهم يتنفعون، مثل الأندية الخاصة، النادي الفروسية، النادي الفتاة والبحري، احنا عارفين شو اللي قاعد يصير. احنا ما احنا حاسدينهم، يستاهلون كل خير، لكن مو على حساب الأندية الشاملة. 1376 لاعب يتم حرمانهم من الاحتراف بسبة اللائحة الجديدة. 2007 تم الاحتراف الجزئي، لائحة الاحتراف الجزئي، ويتم دراسته بعد 5 سنوات. بدل ما أنت تحط احتراف كلي تروح تنقص المبالغ واللاعبين وفق الرسم البيان اللي حطه أحمد شريع، رسم واضح يعني. حل أمورك الداخلية هني بعدين روح للدول. أنا لو كنت واحد من الدول المتابعها أقول روح احترافك أو شيء، لا عندك احتراف كلي، لا عندك منشآت، والأمور كلها عبث بعبث. لكن واضح أن في أحد الأشخاص يحاول ينفع جهة ما، لكن مو على حساب الأندية الشاملة. يا أخي زيد الميزانية. ليش؟ إذا أنت والله رجل مسؤول كبير، سواء كنت وزير ولا وكيل وزارة، تقشف ما نقدر نزيد المال. التقشف الدولة تقول حاليا في وضع ما يسمح يعني أن زيادة مصروفات أبو محمد. هذا حال الدولة يعني، هذا كلام الحكومة. تقشف مو كلامي ابو محمد، كلام الحكومه. هي تقول انا جاي اسولف بشان الرياضي، ما راح اسولف سالفه نقص المصروفات يعني حكوميه يعني. لكن لا نتكلم احنا نبقى بشان الرياضي. يعني انت لما تبي تزيد الميزانيه زدت على كاهل ميزانيه الدوله، فبالتالي واللي رايحين الحين حق الوفد هذا مو زياده كم يعني 10,000 ولا 20,000 دينار ابو محمد؟ يعني بتكلف الدوله سهلة. يعني انت طالب مليون ومليونين وثلاث حق الرياض، الوفد رايح 20,000 رماد بالعيون. الوفد هذا اللي ضر رماد، مع الاحترام والتقدير لكل الاشخاص اللي رايحين نجلهم ونحترمهم، يمكن فيهم اثنين ممكن انهم يدارون من فوق شنو تسوي شنو ما تسوي. لا اعرفهم، لا لا ما حد يدار، اعرفهم انا راح بسامي. لا كلهم النعم فيهم، لا بس هم معدودين، هم 5 6. تعودت اني امثل ولا صريح؟ لا صريح. انا قاعد اقول لك في عدد قاعد يدار، لابد هم ادافع عن ضرر الرماد في العيون. قاعد اقول للشعب الكويتي شوف احنا حاولنا، احنا رحنا، انت تدري انك رايح ما راح تسوي شيء. طيب ابو فهد، نعود للجنه المسابقه، تبي تضيف شيء عندك تقول نقاط؟ لا غير هالموضوع، في موضوع ثاني؟ لا عندي بالنسبة للمسابقات لعب طارق راح ارجع لك. راح ارجع لك، اتفضل. راح ارجع لك، على بالي في عندك تقول مجهز نقاط، على بالي في نقاط اخرى. حلو سجل وفايد. الموضوع الخاص بلجنة المسابقات اعلاميا، يعني هل الدور العام ماخذ صدى اعلاميا فبالتالي يستحق مثلا هالضجة انه والله يتوقف واجل واجل الغي مرة واحدة؟ شنو المشكلة؟ هو احنا الموضوع اللي متطرقين الحين قاعد نتكلم فيه صار لنا فتره. انا شايف الخطا البدايه اساسا من الهيئه والانديه في موضوع الملاعب، من الهيئه في عمليه الصيانه والانتقائيه في عمليه الصيانه، وملاعب معينه وملاعب لا، وملاعب الحين وملاعب بعد وقت. وقت الصيانه المفروض من بدايه الموسم يتاخر في نص الموسم وفي عز المسابقات ويقول لي انا ابي اسوي صيانه الحين. موضوع الأندية واستهلاكهم الغير عادي لملاعبهم عن طريق التدريب اليومي، الملاعب هذه والاستادات معروفة أنها تصير حق لعب المباراة. أنت عندك ملاعب جانبية في كل نادي، عندك 3-4 ملاعب. يا أخي تمرن، شوف الأندية العالمية كلها تتمرن بغابة ولا بحديقة ولا بأي مكان، مو لازم يتمرن على ملعب الاستاد. في يوم المباراة تتمرن على ملعب الاستاد. إذا احنا حين حملنا الهيئة خطأ وحملنا الأندية خطأ ثاني، نروح حق الخطأ الثالث اللي هم الاتحاد.
مسابقة الدوري العام الرديف هذه شنو الفوائد اللي ممكن تتحقق حق الكرة الكويتية من هذه المسابقة؟ هذا أولا. ثانيا أنا عارف أن هي المسابقة مو ذات أهمية ولا في أي مردود منها، وكانت بالعكس كانت العام مصيبة أساسا حق اللي ياخذ عنذار في الفريق الأول ينزل تحت عشان ينظف السي في ماله ويرد يصعد مرة ثانية. صح. هذه البطولة أنا أدري أنها مو ذات جدول، ليش أنا ألعبها وليش أوصل لمرحلة قدام العالم قدام أساسا منتقدينك أن أنت مو قادر تكمل مسابقة وقاعد تقطعها في نص الموسم، ليش من البداية أنا أتركها ما أترك طيب. المسابقة هذه وأخرها. مفهد مفهد تعقيبا على كلامك، قالوا اتحاد أن أساس تكثير المباريات على اللاعب، سويت الدمج. لا ما قلت فكرة عندي أن نخلي بطولة كأس الأمير أو كأس ولي العهد أن نظام مجموعتين بهذه أنت العذر اللي انجت فيه انتفى. بس أنا ليش مصرين؟ أنا أقولك ليش. بعض الأندية الكبيرة مع الاحترام والتقدير ما يبون لاعبين يطلعون بسعود، ما يبي لاعبه يطلع. هذا أبو عبد الله كم في بلد قصية ما يروح لاعب حق الساحل ولا الفحيل ويصل بخات عشان يستفيدون. هذا واحد. لكن الحين أنا متأكد، شوف كلامي ذكره بسعود، قدام راح يلغون الدوري العام. ليش؟ الاحتراف كم صار الحين؟ 24 لاعب وستة وعشرين لاعب. ها نعم. يقول لك احنا هذول نطلعهم 14 زياده يبغى شيلها ما في. طيب لم يدينار بعد وتكمله حق الكلام ابو سعود اذا تسمح لي. بالنسبه حق ال 500 وال 350 و 250 احنا تكلمنا من الموضوع هذا من الاول، لا في زياده ولا في اي شيء، خذوا من اللي تحت حطوه حق اللي فوق. لكن انا بتكلم على 100 دينار اللي خذوها من الانديه. ايه؟ اوكي انا وياكم تبي تاخذونها يا هي انا وياكم خذوها، الانديه ما يستاهلون كيفكم، هذا وجهه نظركم او هذه وجهه نظركم. ابي ال 100 دينار هذه بدال ما اخذتها من الانديه ليش ما تسوي الصندوق نفسه هذا مال تحفيز اللاعبين، تاخذه من الانديه وتحطه عندك انت بالهيئه ويكون لخدمه اللاعبين اصابات وما اصابات والامور هذه كلها. لا يا أخوك. مو افضل؟ لا يا اخوك راح الانديه الخاصه، راح الانديه الخاصه فتاة والبحري ونادي الصيد والفروسيه والبولينج. طيب. مع الاحترام والتقدير يستاهلون، لكن انا اقول انت اذا انت متنفذ زيد يا اخي. زين خذوهم عشان يزيدون ميزانياتهم، ياخذون 100 عشان يطلعها نفس بس. نفس هذا 350 250 وال 50 اخذ من شيء صار عايده. اي بطل وتنقيص اللاعبين. انت الحين بدل القدم 30 لاعب خلوه 24 لاعب، كم صار؟ 6 لاعبين يضربها ب 15 نادي او 16 نادي. روح لليد بدل 20 لاعب صار 18 لاعب، اضرب 2 ب 15 نادي وهلم الحسبه يا ابو سعود. لما توصل 1376 رياضي تم حرمانهم من الاحتراف الجزئي، رغم ان المفترض تصير دراسه بعد 2007 بخمس سنوات ويتم التقدم الى الاحتراف الكلي، احنا قاعد نرجع ابو سعود. طيب تدري شنو المصيبه ابو سعود؟ هذه المصيبه بس بقول لك اياها وكيفك بعدين. المصيبه في التقسيم هذا مال التحفيز اللي هم يبونه غصب، شو يقولون؟ مسبباتهم يقولون ان شلون اقارن بدر المطوع مثلا في لاعب في سين من الانديه. اي اذا تبي ما تبي تقارن بدر المطوع عطى 1000 دينار وخلي اللاعب هذا مال النادي سين او صاد اللي مو عاجبك عطى 500 دينار. لا ابو فهد شو بيصير؟ هذه الطريقه اذا فيها تحفيز مو اعطيه 500 او 350. لا ابو فهد زيد عليها مثل بدر المطوع مثل القادسيه والكويت والانديه اللي عندهم كم كبير من اللاعبين المميزين واللاعبين المنتخب، شلون يتم تقييمهم؟ 24 لاعب 50% صح؟ ايه. من بتعطي؟ النادي هو لا يقول لك النادي غيب. شلون يقيم النادي؟ تقيم. انت مدير كره تقيم. شلون تيجي بيصير؟ بيحلون بيحلونها اداره ويا اللاعبين. راح يجي مثل مطلق العازمي او يعني محسن او ايا كان. ها بيقول يا جماعه عشان كل واحد يقط من هذا 400 انت يا محسن لاعب عط اللاعب عبد العزيز يعني عشان يصير كلهم 400. انتم كهيئه جهه مسؤوله تخلونا احنا اللي احنا ندور حلول؟ انت حط حلول، وانت يا اخي يجب عليك ومفترض عليك انك ترجع الانديه، اقعد في الانديه. زين 16 نادي وقع ابو سعود 6 ولا رد ما رد الحين من 2015 طلع اليوم يعني ضربكم بالطول. القرار حسب كلام اخوي فارس سياف يقول هذا القرار ما راح يردون فيه الهيئه الا ترفعون قضيه. قضيه 16 نادي موقعين اعتراضا على البنود اللي حطتها الهيئه. طيب. ولا يرد عليه عشان نوادي خاصه. طيب ابو طارق احنا بنشوف الكتاب اللي انت تطرقت له او ذكرته، سعادة الشيخ أحمد المنصور، الموضوع شروط وآليات استخدام استاد جابر الأحمد الدولي في إقامة المباريات الدولية والمحلية. طبعا يرجى موافاتنا بشروط وآليات استخدام الاتحاد الكويتي كرة القدم استاد جابر الأحمد في إقامة المباريات الدولية والمحلية سواء في النواحي المالية وغيرها حتى يتسنى التصرف على شؤونه. سهو سهو كتاب بتاريخ 5/1/2016 رايح للهيئة، وهذا الكتاب موضوع موجود امامكم يا اخوان في الهيئة العامة للرياضة، اتمنى تردون على هالموضوع. بطارق انا بسألك سؤال وابي اجابتك عشان عندي فاصل.
انت مقتنع بالدوري العام انت شخصيا؟ لا 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 انت رافض الدوري العام كلجنه مسابقات مضاري. شوف ابو سعود الواحد لما يعمل ويشوف فيه اخطاء مو عيب انه يقول والله اللي سويته غلط، مو عيب، احنا كلنا بشر. لكن تقول لي الدوري العام حاليا انا مستفيد منه كاتحاد ولا كلام مسابقات، وحتى الانديه اغلب الانديه مو مستفيدين، حتى انا مو مستفيد، ناديين مستفيدين منه. خلينا صريح، انا قد شاوي ثلاثه يعني، انا قد شاوي واقول لك بصراحه العربي الكويت تقريبا بس القادسيه والكويت حق الانذارات حق اللاعب يعني واضح. لا لا رغم الخلاف ما بين الكويت والقادسيه ك يعني معايير وتكتل، تعال شوف الكويت مثلا اذا جلست مع مثلا، مع الاحترام والتقدير لهم، انا ترى عندي افضل اداره، اداره نادي الامام تعمل يعني مع احترام ودون تقصير بالثاني، يسكتون عن الدوري العام وموافقين. ليش؟ لانه من صالحهم، توافق شن طبقه. لكن انا اللي قاعد اقوله يا جماعه، انا ابو طارق احترمك واعزك وانت اخوي كبير وانت تعرف مدى احترامي. الله يعزك الله يخليك يا جماعه. لا تحسسونا ان فعلا في بعض الناس يقولون ان صاحب الكلمه الوحيده اللي هو رئيس الاتحاد. لا تحسون، لا تخلونا نصدق كلامه. انتوا الانديه اللي تسوونها مو احنا. انا اقول لك انا جاي مال الانديه قلبه بلمح البصر. انا الشيخ طلال انت مو قلت ها؟ ما ادري، لكن انا اقول لا تحسسون انا مثل مثلا يعني هذا مقارن جميع المويه اتكلم مثل احمد ويلي الله يذكره بالخير. يا شيخ غلط، تكلم صديقك مصدق. عفوا ابو محمد، بعض الانديه بعض رؤساء الانديه او مدراء الفرق يحاول يظهر للرأي العام ان انا معترض وما ابي، وهو اساسا مو معترض بس يبي يبين حق الرأي العام ورا لا راح بالغرف المضافه. انا موافق صحيح، يقول قول حق ابو طارق انتوا كلجنة مسابقات، قولوا حق ابو مشعل ترى غلط الدوري العام. ما تبي علق على الكتاب يعني كلامه صحيح ابو محمد من بدايه الموسم، كلامه صح، والدليل على هذا يعني في اقتراح حاليا الموسم الجاي ان شاء الله الغاء. هو كلامه صح، يقول ان ابو مشعل ما قاعد يرد عليكم. لا لا انا اقول لا لا تخلونا نصدق. انا ايش قلت لك؟ بيتم الغاء. ليش؟ لا بالعكس، لان اجبرتهم الهيئه باللائحه الجديده. طيب هروح حق فاصل الكتاب هذا ما تبي نعلق عليه؟ بعد الفاصل بروح حق فاصل الاعلان وبعد ذلك نعود. حياكم الله ويانا ابو فهد. تبي تعلق على الكتاب بشكل سريع عشان ما عنده تعليق؟ الكتاب هذا اذا ما ردوا على الاتحاد بكره في الكتاب هذا، فمعناته عندهم اجابتين ما في غيرها. انا امام الجمهور كمسؤولين بالهيئه، امام الجمهور اتكلم علشان اخلي مسؤوليتي امام الجمهور، واحنا قلنا ايه وحاضرين وتفضلوا والاتحاد تحت امركم. وامام المسؤولين كشيتنا فيهم الاتحاد، شفت شلون كتابهم صار لاسبوعين ولا ردينا عليهم ولا راح نعبرهم، لان الاتحاد فاهم النظام المحسوبيه والارضاءات والكلام هذا. واحده من ثنتين باكر اذا ما ردوا على الكتاب معناته اللي قاعد اقوله هذا صحيح. طيب انا بعلق على نقطه التكتل في الامور هذه اللي تخص القوانين القارغ بالاتحاد، مع احترامي وما احس فيها جنبزه. يديونك وقدام الصحابه وكذا ولويا، وهم عارفين مسبقا انه خالصين. مع احترامي انا ما اقصد انه دكتاتوريه، لا، ان الشيخ طلال قار هالشيء وخالص. اوكي انا احب الشيخ طلال، لكن انا اي اقول له احنا يعني احنا كم واحد في الخمسه سته مثل ما قال ابو محمد مساح، يا اخي نقعد معاه نقر هالشيء. طيب بس امور هذه انك يعني اللي بتوصل له ان جنب وجهه محمد لا 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 يزعل مني ابو محمد. محمد لا يزعل، لا هذا واقع، لا تفاهم الاستاذ وين، لا هذا واقع، لا يزعل مني، لا حشر. هم يكونون خالصين بس قدام الاعلام وهذا، لا في امور يعني ما يخالف. انا مع ابو طارق بس ما يصير اقعد ويا ابو طارق اقول له يا ابو طارق هذا من مصلحه، قلنا لك الدوري الرديف عمل لاجل الكويت والقادسيه وانا قد ساوي الان من كثر الضغط وفشل الدوري، لان انت ما عندك احتراف حقيقي. طيب مثل الدوريات اللي برا ان دوري الرديف ينجح. اعضاء مجلس الاداره، عفوا اعضاء مجلس الاداره مو هم اساسا مجموعه التكتل؟ نعم مو موجودين في مجلس الإدارة موجودين. الحين أساساً لا أبي أعضاء مجلس الإدارة في الاتحاد مو ممثلين للأندية، لما يوصل لقرار مجلس الإدارة ويبي قرر يدعي مدراء الفرق
مو المفروض مدير الفريق يكون عنده علم مسبق بممثله عضو مجلس الاداره انه راح نتخذ القرار هذا كونه تجمع؟ نعم. اذا هذا معناته في تضارب ما بين مدراء الفرق وما بين اعضاء مجلس الاداره، لان كل مدير فريق عنده عضو مجلس اداره مثله في الاتحاد. اوكي، شلون ما يدري مدير الفريق عن العضو او التوجه اللي وصل له العضو انا راح او القرار او النتيجه؟ محمد يبي يعلق بس عندي اتصالات والله تاخرت عليهم، اخذ اول اتصال وراح ارد لك والله بعد الاتصال. انور صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير اخوي عبد العزيز، حياك الله على الاخوان الموجودين بطارق وابو فهد وابو عبد الله والعازمي، حياك الله حبيبي. واقول والله صراحه خوش خبر اللي بثيته وقلت لنا يا عبد العزيز، هذا خبر لقاف بالنسبه لي، ارتحت وايد استانس. بتقول لي ليش؟ بقول لك الشعب مل، الناس ملت من مشكله لمشكله، من مصيبه لمصيبه. قرار لقاف هذا كان مفروض انا لو من الاتحاد اللي اسوي اقول سنتين بعد يوقف الاتحاد ننظر فيه بعدين، خل الناس ترجع، خل الحكومه الاعضاء المجلس خلاص يصفون مثل ما قال الاخ قبل شوي، المشكله داخليه عندك، رايح لي انت برا دول الخليج. ذكرني في انت مساع قال ابو عبد الله كلمه قلت له لا انا بتذكر في مسرحيه ونمسي عليه الفنان الله يذكره بالخير مجيد بلوشي في مسرحيه ابو صامت، لما يوم قال ولا تعال، يوم قال تعال يا ابو عبد الهادي وروح يا ابو عبد الهادي افرحكم وصادر 37 دوله بالاجماع اجمعت انت رايح الخليج شو تسوي؟ هذا شيء بالنسبه حق الملاعب اللي وقفت اللي قالوا هذا ما. طيب مشكور اخوي انور، اسمح لي قطعنا عليك دقيقه ونص ومو ملحقين بعد يعني الاخوان يتكلمون ولا يتطرقون حق مواضيعهم. اخوي معانا لاعب نادي الساحل زين العابدين، محترف نادي الساحل زين العابدين الفندي، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير اخوي، مسي عليك وعلى الاخوان الموجودين كلياتهم، حياك الله. حياك الله. يعني حبيت انا بس مداخله بسيطه حق الاخوان اللي موجودين، اتمنى يعني الظروف والوضع بالكويت يكون بشكل افضل من هذا الشيء اللي احنا نشوفه اسوه بالدول الثانيه، يعني بما فيهم كوني انا اعتبر لاعب محترف ولاعب سوري، يعني اكثر من الظروف اللي تمر فيها سوريا حاليا ما في شيء اكثر من هذا الشيء اللي انتم جالسين تشوفونه، ومع كل هالشيء المنتخب ماشي والاتحاد ماشي والانديه على مستوى المشاركات الاسيويه كلها ماشيه، يعني نتمنى ان الشيء كل الناس الاخوان اللي موجودين في الهيئه وفي الاتحاد والمسؤولين الرياضيين يحطون ايدينهم بيد بعض ينسون، يعني حرام دوله مثل الكويت بهالامكانيات وبهالحجم وبهالشيء الموجود يعني يصير فيها شيء، حرام والله حرام هذا الشيء. نعم. بعدين ابي احط الاخوان يعني بصوره شيء معين، احنا كون نادي الساحل يعني هم يعتبر مو الانديه الكبار واجد، يعني اتمنى ان يعني موضوع الاحتراف يعني خلاص، يعني لين متى اللاعب الكويتي متى ما يبي يحب يجي للتمرين يجي، متى ما يحب ما يجي، يعني ما في شيء ما تقدر ثلاث حاسبه مبدا الثواب. طيب. والعقاب لين يطبق عندك الاحتراف. أوكي. يعني تقدر تقول اربع خمس انديه الكبار هم اللي مطبقين الاحتراف حتى لو مو على مستوى الاحتراف الكامل، لكن نعم. فين ينطون عندي لاعبينهم جالسين يمولون لاعبينهم ينطون، يعني انت تقصد فيهم. انت تقصد عن نفسك زين فلوسك قاعد تاخذها؟ والله انا بالنسبه لي في نادي الساحل يعني نادي الساحل يعني يتاخرون فينا واجد، يعني مو الشهر هذا مثلا الشهر اللي بعده ينطونا، يعني يتاخرون فيها. طيب. طبعا هذا الشيء يعني امر انا اعتبره يعني بالنسبه للاعبين المحترفين امر كارثي، يعني مطلق العازم يتحمل هالمشكله اول واحد شوف اول واحد يا زين قولها. شوف الاخ موجود الاخ ابو محمد، يعني انا بصراحه كل شهادتي فيه مجروحه لكن ما يطلع فيه ده شيء، صح هو موجود ومتابع من طيب. بدايه مع الفريق، لكن انا واقف انا اشعر ان ابو محمد واقف مع اللاعبين مو مع الاداره. أوكي. وحاول لكن ما يطلع. اوكي مشكور مشكور اخوي زين، يعطيك العافيه، اسمح لي ما بتاخر اكثر، معنا اخونا فهد ايضا، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير ابو سعود، حياك الله يا اخوي فهد. صبح عليك بالخير وصبح على الاخوان الموجودين عندكم، حياك الله. حياك الله. وخالد ابو الخير المثير الجدل بتويتر، حياك الله يا اخي، الخطيط اللي قاعد يكتبها مشكور طال عمرك حبيبي، انت شرف والله ان نتابعك، لان كتاباتك بتويتر وتغريداتك بتويتر تجي على الوتر الحساس، بس مشكله انه ما ترضي العالم، صعب انك تبي ترضي البشر، هذا الصراحه بالوقت هذا ما حد يبيها ترى يا ابو الخير. نعم ما حد يبيها بالصراحه. هذا الشرف لي طال عمرك واشكرك على كلامك الطيب. يزيدنا شرف. بسعود انا بتكلم عن نقطه مهمه، مباراه غطيه الحين، هل يعقل لحد الان الحين مباراه يوم الجمعه وكل ساعتين يطلع لنا والله بتصير على الملعب الفلاني، بتصير على الملعب الفلاني،
هذا دليل ان سياسه مؤسسه تنتقد الهيئه بتقدم قلت لي انا خالفك الراي. انا ما انتقد اشخاص، انا انتقد العمل اللي قاعد يصير بالهيئه. يعني معقوله احنا دوله مثل دوله الكويت ملاعب ما عندنا مثل الناس؟ مباراه ما احنا مو قادرين يحددون ملعب حق مباراه تصير يوم الجمعه مره. طيب مشكور اخوي فهد. اخوي عبد الله صبحك الله بالخير. السلام عليكم. مرحبا ابو سعيد. حياك الله يا اخوي. السلام عليكم يا اخوان. حياك ابو سعيد. يعني انا عندي رساله حق نادي المصابغات. يعني انا الحين تونا وصل لي خبر ان نادي الحين رافض ان يلعبون بنادي الشباب. زين نعم. نادي الشباب في مدرجات في ارضيه احسن من نادي الساحل. اللي بنعرف شنو السبب اللي نادي الحين اللي يعني نادي الحين هو متصدر او شغله عشان انه رافض. لجنه المصابغات المفروض تدخل الموضوع هذا. نادي الغطيه نادي جماهيري، دواعي امنيه لكل شيء. المباراه راح تصير يوم الجمعه، الغطيه متصدر وفي جمهور راح يحضر. مو معقول ان نادي الفحيل يرفض انه يروح نادي الشباب، هو قريب عندهم يعني مو تقول منطقه ثانيه. ونادي الجهره عليهم عقوبات، زين اوكي نادي الجهره لا يلعب نادي الجهره، ليش ما تلعبون انديه ثانيه فيه؟ مو شرط نادي الجهره هو اللي يلعب فيه. طيب خوش اقتراح. مشكور اخوي عبد الله. اخوي ايضا عبد الله صبحك الله بالخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. صباحكم الله بالخير والله يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. بغيت ادش انا بالبرنامج، بغيت اتحكى عن الاحتراف الجزئي. تفضل. انا لاعب من لاعبين نادي الشباب الرياضي. نعم. وانا اعتقد ان لا لازم يكون في تصنيف حق اللاعبين. لان كون في واحد لاعب مميز بالنادي ما يصير انا اساويه مع واحد مثلا نتائجه كمستواه الفني اقل من هاللاعب وكلهم ياخذون 400 دينار. لازم في فرق في اللاعب المميز يمتاز بشغلات معينه. والحين احنا صراحه كلاعبين اكتفينا ان الهيئه تقول كلام والانديه تقول كلام وكل واحد يوضح. نفس سالفه الايقاف، كل واحد يوضح وجهه نظره. انزين السؤال متى يرفع الايقاف ومتى ناخذ فلوسنا؟ بس هذا السؤال. شاكر لكم. مشكور. ومشكوري. مشكور. والله الجوابين عند الاخوان في اللجنه الاولمبيه الكويتيه وفي الحكومه الكويتيه، الجوابين تلقاهم عنده. اخوي عبد المحسن صبحك الله بالخير. الله بالخير اخوي عبد العزيز. حياك الله يا اخوي. السلام عليكم، سلم على الاخوان الجميع. ابدش في الموضوع اخوي عبد العزيز. جريده اخبار الخليج شو تقول قبل ساعه؟ تقول انا اتحدى اللجنه لاداره الخليج انهم يصورون مع اي واحد رئيس اتحاد خليجي، لان جميع رؤساء اتحادات الخليج والاسيويه موجودين في كوالالمبور. يقول اجتمعوا مع منو ومنو ايدهم بقرارهم؟ الاتحاد الاسيوي قرر ايقاف الكويت لمده عامين اذا ما عدلوا القوانين. الاتحاد الاسيوي اللي يرأسه الشيخ سلمان، اذا ما عدلوا القوانين اللي هي اللجنه الدوليه. يقول التقرير يقول على اي اساس انهم يقولون احنا اجتمعنا مع رؤساء الاتحادات الخليجيه؟ يقول الاتحادات الخليجيه الرؤساء موجودين في كوالالمبور وهم في الخليج. يقول ابي برزلي رئيس اتحاد لا لا في صوره مشكور اخو عبد المحسن. في صوره رئيس الاتحاد القطري مع رئيس الاتحاد القطري شفتها انا، ومع رئيس الاتحاد الاماراتي السيد يوسف السركال هم شفتها، لكن رئيس اتحاد البحرين اعتقد موجود في 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 كوالالمبور. رئيس اتحاد سعودي ايضا اعتقد موجود في كوالالمبور. ما اعتقد راح يعني. اخوي فارس صباحك الله بالخير. صباحك الله بالخير. هلا ابو سعيد. هلا حياك الله. اولا الوفد الشعبي البرلماني، هم سموه شعبي برلماني على اساس انه يبعدونه عن الحكومه. لما نجي نشوف الصور تصوير نحصل معاهم وزير الشباب الدكتور صقر الملا. يعني هي العمليه اول شيء ضحك على الشارع الكويتي قبل لا يكون ضحك على الشارع الخليجي. هذه الجزئيه. انا بتكلم عن التعميم مال اشتراكات تسديد الشراكات حسب الكشوف وسعود، ولو سمحت اعطني وقت بس. التعميم يجب على الانديه انها تمشي عليه. واللي متضرر من هذا التعميم يلجا للقضاء. تعرف ليش؟ لان الدوله راح تعتبر اي نادي يعترض على هذا التعميم تمرد. ورا هل الاعتراض هذا راح تكون قرارات راح تصدر بالانديه. انا عارف شنو اللي راح يصير. يعني هي العمليه مو صلاحيه، هي تصويت حسابات. طيب
مشكور مشكور يا اخوي فارس. انا ادري تبي تسترسل في الحديث لكن يعني اعذرني، اللي قبلك اعطيناهم دقيقه ما اقدر اعطيك اكثر من دقيقه حتى لا يزعلون الاخوان البقيه، واحنا انت شفت يمكن قاطعناهم، فارجو انك تعذرني ما خليناك تسترسل في نقاطك. اخوي خالد صبحك الله بالخير. اذا مو جاهز خالد، انا ادري ايضا في نقطه كان بيقولها الاخ فارس وحتى قالها حق الاخوان قبل الهوى، بان الدكتور خليفه بهبهاني قال في تزوير اللي يروح يسجل عن 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 او يسدد عن اشتراكات عن الطرف الاخر، اخونا فارس يقول لا، اي تسديد زياده يعني مثلا 10 دنانير سددوا لك 50 راح يكون حق 5 سنوات قدام وليس تزوير. التزوير لما احد يعني يسجل نيابة عنك يشترك نيابة عنك بدون توكيل، هنا تصبح عملية تزوير. أخوي خالد آخر اتصال، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير أخوي أبو سيد، صبح عليك صبح على أخواني الموجودين، حياك الله. عندي نقطتين أبو سعود باختصار. طبعا. على قانون الاحتراف الجزئي. نعم. الشارع الرياضي كله يعرف أن الاحتراف الجزئي كان تجريبي لمدة 5 سنوات، والاخوان ظاهر عجبهم الوضع واستمر معانا 5 سنوات صارت 10 سنوات، لا وبالعكس صار نظام شرائح، يعني الاحتراف الكلي خارج نطاق الخريطة الحكومية انه يكون موجود. الامر الثاني انا اتكلم عن اللجنة الشعبية اللي رايحة، نشكر جهودهم انهم رايحين، لكن الحل عندكم بالداخل، طبق القانون. اذا كانت اللجنة الاولمبية هي صاحبة الخلاف او التوقف وقفها، لكن انك تروح يعني تفتر على دول الخليج عشان تكسب ود الدول انها تصوت عندك في الكونغرس، لا هذا غلط. طبق القانون، اذا كان اللجنه الاولمبيه هي اللي شافيه علينا وقفها، واذا كان العكس طبق قانون اللجنه الاولمبيه اللي هم طالبينه منك، الامر بسيط جدا. طيب مشكور 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 اخوي خالد يعطيك العافيه. بروح حق فاصل وبعد ذلك ساترك المجال للاخوان للتعقيب على ما طرح في الاتصالات. شنو كونغرس قالت منه الكونغرس؟ اروح حق فاصل وبعد ذلك نعود. حياكم الله ويانا يا اخوان. في تغريده من الاخ العزيز ابو مشعل، يعني شكرا على إشادتك في البرنامج وما يطرح في البرنامج وفتح المجال للآراء كافة، بالعكس هذا يعني واجبنا أن نفتح المجال للكل يا أخوي أبو مشعل، وإشادتك في البرنامج وكل الإخوان اللي هذا اللي نفتقده الحين، لا إن شاء الله موجود الرأي والرأي الآخر، وإحنا نرجع نقول المجال مفتوح لكل الإخوان لطرح آرائهم وإبداء آرائهم. أبو محمد أنت بترد على موضوع اللي اتطرق له أخونا بعد أخوي الكبير على الجنبوزة سافة الجنبوزة. طبعا أبو عبد الله وأبو فهد قالوا أن في بعض أعضاء الإدارات يقولون كلام وبره كلام ثاني، صح؟ أقصد المدراء، مدراء الفرق أو الممثلين للأندية في حالة مناقشة أي قرار. إنزين أن كلام داخل غرفة مغلقة غير عن الإعلام قصدك؟ نعم. لا بالنسبة لي أنا يمكن أكثر واحد يعرفني هني بس مساحة قلت. نعم. أنت مساحة قلت. لا جاي كان جاي قلت ثمانية ما بيشاركون يوم جينا غيروا رأيهم. لا أنا بس أنا هذا التكتل. لا بتكلم عن نادي أنا أبو عبد الله، أنا بالنسبة لي أنا كرئيس جهاز الكرة بنادي الساحل يتم أخذ رأي من الرئيس، من نائب الرئيس، من أمين صندوق، من السر، أيا كان من أعضاء مجلس الإدارة، والله إحنا إيش رأيك بنشارك بالدوري العام؟ إذا أنا قلت لا ما أشوف إنه صح وكذا وكذا أبد يعطوني ثقة. طيب تستاهلها يا أبو محمد. ها؟ تستاهلها. فعلي مناك شغلك واضح. الله يجزاك خير. كلامي بغرف المغلقة والله ما يتغير. غرف طيب. الموسم هذا تختلف لكن والله جهدك واضح. الله يجزاك خير. اقتراح أخونا عبد الله العنزي طيب، يعني أنت اليوم حارم الجهرة إنه يلعب على أرضه، أوكي لعب الأندية الثانية، لعب القادسية ضد العرب، القادسية ضد الكويت. على فكرة ترى تطرقنا حق هذا الموضوع أمس وأول أمس بالنسبة حق ملعب الجهرة. لو تلاحظ انت عقوبه لجنه الانضباط عدم اللعب على استاد مبارك العيار
طيب في رجوع كل القرار خاطئ هذا خاطئ بطارق ارجع عدم لعب الجهرة على ملعبه يصير مو احنا اللي عدم لعب الجهرة على ملعبه الانضباط لان لجنه مختصه في العقوبات اللي على عيني في الاحداث بس بطارق بما انه طرا شيء جديد بنقص الملاعب انا تمرجع عن القرار والعب عليه مثل صليبخات مباريات المخصصه صليبخات على ارض صليبخات خلي يلعبون بجهرة وهذه الفكره ايضا هم صدقني منو يسجل الانضباط بطارق ولد نواف زين مشعل اخ مشعل الاخ مشعل يعني اعتقد متفهم الاخ مشعل قاعد اقول لك لازم محامي يعني اللي هم طلعوا القرار شاب يعرف في الامور هذه عاقب النادي نفسه ما تعاقب بقيه الانديه صح؟ هو يقول لك انت طالما في حدث صار هناك في مشكله ممكن يصير الحدث والمشكله في اي مباراه ثانيه يعني مو متخصصين خايفين بالجهر هاي فريق غيرهم يعني هذه عقوبه انضباطيه ابو عبد الله مو من عندنا كمسابقات لا انت كلامك صح بس قرار صراحه خاطئ ما استأنفوا الجهر على القرار هذا نادي الجهر ما استأنفوا على القرار على العقوبات على المراحل السنيه ايضا كان الكتاب مبهم ان هل اللعب على الاستاد مبارك العيار والمراحل السنيه ولا بس الفريق الاول طلع بس على الفريق الاول لا بس الحين الجهره المراحل السنيه لعبنا على الجهره استأنفوا على العقوبات وعلى التوقيف وعلى كل شيء على ملعبهم ما استأنفوا ليش لان العقوبه الاساس على الملعب طيب زين انت قلت ناقشتوا الموضوع هل رفعتوا حق لجنه الضباط طلب او كتاب مثلا شفويا كلمناهم ايه؟ قالوا لا العقوبه على الاستاد ممنوع طيب احنا نناشد الاخ العزيز مشعل نواف جديد واخونا يعني هو محامي شاب اتمنى اعاده النظر عندنا الخبره ابو حمد عبد الهادي نعم اتمنى اعاده النظر في هذا الموضوع لان نقص الملاعب اليوم بالضبط احنا محتاجين زين الحين قد يوفى حلو وين راح يلعبون الجدول مو عندي بصراحه لا يا مقرر عاديت برد عليك من ساعه الاخ اللي يتكلم إيه؟ لما قال لي متى ليش لجنه المسابقات ما تدخل مو بكيف لجنه المسابقات انا النادي مستضيف وماخذ الساحل ما تقدر انت لجنه المسابقات تنقلني وتوديني الشباب على اي اساس مو مباراتك هذه ابو محمد جايك مباراه فحيحيل في حيحيل اي مباراه فحيحيل جايك اي بس اذا وافق فحيحيل انا الحين اعتبرني صالح المجرب ابو ناصر ونعم فيه انا اقصد الحين انا نادي فحيحيل ما اخذ نادي الساحل مباراتي إيه؟ مباراتي انا كان نادي فحيحيل تيجي انت بتنقل لي النادي الشباب او اي نادي على اي اساس على اساس الارضيه غير صالحه لا ليش تعتمدك اتحاد لا تعتمده قلت هالكلام قال لك في جمهور في العين على راسي جاء الجمهور مباراه العربيه الساحل وجا ويا شو اسمه القادسيه شو المشكله يعني يا اخي النادي مو زين لا انا اقول وجهه نظره بالعكس خلي يكون تعاون انا قاعد اقول كذا النادي مو زين وارضيته مو زينه مو زينه ارضيته الساحل يعني انت عجبتك ارضيه الملعب منو انت عجبتك زينه ما فيها شيء ارضيه زينه ماكو واحد ما تشكر محمد اذا النادي وافق الاتحاد لازم يوافق بعد الاتحاد اذا النادي اللي له المباراه صالح المباراه بناصر صالح المجروب اذا وافق ينقلها تنقل هي خلينا نتصل بناصر صالح المجروب ايه انا اقول لك عند صالح المجروب ما هي عند الاتحاد رافض مع احترام التقدير يقولون مدرب فحيحيل هو اللي رافض حقه يا اخي ليش رافض انا اقول لك يتفائل يمكن ملعب الساحل ممكن يا حاتم المؤدب مو زينه هي ساعه عندي سؤال لازم تشوف لك صرفه ملعب مو زين للاعبينك وللاعبي القادسيه تكفى بهذا بطارق ارضيه غير صالحه لاستهلاك الادمي انا عندي نشف ريج ابو محمد يبي استهلاك الادمي يبي قهوه دخل قهوه ابو عدنان تكفى دخل القهوه لا 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 كتب كار تستاهل انتوا ما قصرتوا العام يبي له شهره شاب العام كنا راضيين عليك السنه مو على المزاج ابو طارق بالنسبه حق دوري 17-19 يعني شوف عندنا لاحظ الجدول مضغوط ليش؟ صحيح يعني عندنا احنا خمس لاعبين تقريبا او سته 17 قاعد يلعبون تحت 19 والفرق عندنا متصدره وقاعد تنافس نعم ليش الضغط هذا وتدري شباب يعني صغار عدل كلامك يا عبد الله اول شيء طبعا المساواه والظلم عداله كل الفرق عليها نفس الجدول ونفس الضغط هاي واحد الشيء الثاني بدينا متاخر بدايه الموسم لانه كان في مشاركات خارجيه للمراحل السنيه يوم متاخر بدينا شهر 10 على كل هذا عندنا في اجازه نص السنه ال 15 يوم ما في نشاط وقت الامتحانات تقريبا اسبوعين ما في نشاط مرحلتين في امتحانات تقريبا شهرين ابو عبد الله وقفنا من الانشطه الرياضيه حق الصغار وهذا بناء على طلب مدراء الفرق مو من عندنا احنا كنا في البدايه حاطين الجدول مريح الصراحه بس بناء على طلب مدراء الفرق احنا سوينا كذا الحين ما تقدر لعلمك ابو عبد الله احنا قاعد نحط الضغط في الجو البارد على الاقل لما اللاعب يبي يلعب
الجو حلو يعني مناسب، لكن ما اقدر انا العبه شهر 4 واخر 4 واول 5، فسوينا الضغط الحين ما في مجال غير هذا الامانه اقول لك. عفوا السؤال ابو طارق، الفئه السنيه نفسها تلعب بالاسبوع مرتين ولا مره واحده؟ يعني 17 احنا العاده مره واحده، كل مره واحده كل يوم مرتين. الحين 17 مرتين الحين مرتين. زين ابو طارق انت بس مو كل الايام عفوا، يعني يمكن خلال شهر ونص او شهر اللي في ضغط، بعدين مثلا السبت والثلاثة تقريبا بالضبط. اي طيب انا بروح حق فاصل لان الاخوان بيدخلون القهوه، يبون القهوه بعد ايش يسوون؟ انا عندي شغله على الملاعب، انا ما جاوبت على الملاعب. انا جاي ملاعب في اقتراح عندي على الملاعب يعني تنحل الامور سهله. تفضل بس تبدا تطول فاصل قول لي انا مطول. لا لا نروح حق فاصل ولا ندخل قهوه يا اخوان مخرجنا؟ ندخل قهوه شباب يستاهل. عندي 10 دقائق يلا بيدخلوا لكم القهوه. تفضل عشان ابين لك ان منو المسؤول على الملاعب. نعم. منو الصيانة ما صيانة ونشاء هيئة. نعم. وهذا تكلمناش كثير يعني وايد في برامج. نعم. ناديت وإذ ناديت يعني تكلمنا وايد في أمور بسيطة وسهلة في حلول. نعم. عندك أنت الحين الهيئة ما شاء الله مراكز كباب تقريبا 80% قاعد يشتغلون فيها صح مضبطينها. نعم. عندك المدارس مضبطينها من الثيل الصناعي ممتاز. أنت الآن الهيئة قاعد أقولك عشان تعرف أن الصراعات يفكر بس شلون يطق بطارق، يفكر شلون يعاند هذا، وهم يفكرون بالعمل كان وجده. والان الحلول ببساطه انا اقول لك الحين عندك انت المدارس ممكن تنسق الهيئه مع الاتحاد مع وزاره التربيه. المدارس انا نادي القادسيه كم مدرسه عندي بحولي اخذ لي مدرستين بس هالملعب معتمد. خليني اقول لك حق التدريبات. حق التدريبات غير مو هذه مشكله بعد حتى التدريبات غير. عبد الله تذكر الاخوان في اليرموك قالوا احنا قاعد نروح ملعب غير معتمد، ولما قبل المباراه قاعد نلعب نبي ملعب. اكلمك على البراعم والناشئين او الاشبال. لا عندي ما قلت لك الفريق الاول والدرجه ال 19 قاعد اكلمك انا الضغط وين؟ البراعم الاشبال خذهم مدرسه تروحون مدرسه تدربون. اي خلي يصير تنسيق بين الاتحاد والهيئه وزاره التربيه. نعم. الملاعب هذه الثيل اللي انت نفعت فيها ناس الله اعلم يا اخي سوها ثيل طبيعي وخل البراعم والاشبال يتدربون فيها. عندك مثل تحت 17 شوف له مدرسه ثانيه. النادي منو راح يتدرب فيه؟ راح يتدرب فيه الفريق الاول 19. طيب خف الضغط. وعندك انت قلنا لك في كل محافظه يا اخي انا ما ادري شنو شغلكم الهيئه. ابني في كل محافظة مجمع رياضي حق السلة والطائرة والقدم حق المباريات فقط. أوكي. ليش ما يسمعون؟ هذه مو حلول. مو والله بس حلول. احنا لا لا احنا مو بس ننتقد والله احنا اللي بنطق فلان وعلان. لا انا قاعد اعطيك حلول. نعم. اقعد كل واحد مستشار وكم ياخذ وكم مستشار عندهم وكم مسؤولين شنو قاعد يسوون؟ جمع بين المناصب. انا ما اعرف شنو قاعد يسوون. طيب الاجابة لا انا لازم اجاوب على السؤال هذا. يقول ليش الهيئة مو قاعد يسوون هالكلام يا أبو عبد الله؟ لأن الهيئة لا يوجد بها من يستطيع اتخاذ قرار. لا لا في في ما في في مدير هيئة الشيخ ونعم فيهم بس ما في قرار يتخذ لمصلحة الرياضة. ما في لا لا كل مناقشات. إن شاء الله أبو منصور قادر على اتخاذ قرارات. لا 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 أنا عشان أبين شغلة معلش أنا أبين إحنا مو نقعد هني بس نسولف ولا نروح برامج قاعد نعطي حلول. قاعد نعطيك حلول. اقعد قول كلام ادرسها ادرس الحلول. نعم نعم حلول بسيطة وما تكلفك. نعم حلول هذه صار لنا 3 سنوات احنا او 4 سنوات احنا قاعد نتكلم فيها والى الان لم يتخذ اي قرار. طيب اخونا محمد احمد رجب موجه سؤال حق ابو محمد. ملعب الساحل او مو موجه سؤال قاعد يعني يقول معلومة يؤجر اكثر من مرة الى احد الجاليات والملعب يلعبون فيه كريكت وغيرها. راح اعطيك ترد على هالموضوع. واخونا حسن سأل ابو طارق ممكن تسأل ضيفك ما سبب نية الاتحاد إلغاء كأس البراعم؟ هل السبب لا يوجد حكام؟ راح أخذ إجابات الأخوان بعد الفاصل. حياكم الله ويانا. انا بعرض صوره الوفد الشعبي طبعا تاكيدا لكلامنا ان الاخوان اجتمعوا مع رئيس الاتحاد الاماراتي السيد يوسف سركال. هذا هو الاجتماع. دكتور صقر، سعد الحوطي، محمد كرم، نعيم سعد، طبعا النائب الفاضل برئاسه النائب الفاضل عبد الله معيوف. وعدهم السركال يشيل لقاف والله هذا اهم شيء. لا هو عشان رئيس الاتحادات اجتمعوا مع رئيس الاتحاد القطري، لكن السعودي والبحريني ما كان موجود في كوالالمبور ما اجتمعوا معه.
ابو محمد ترد على نقطه تجرون ملعبكم؟ فعلا عادي وبروح على الارضيه تعبان يبون فلوس مو بس الساحل كل انديه كل مو بس الساحل المحترف لاعبهم الفندي طلع يبي فلوسه ماكو الانديه تعبانه ما في شيء اغلب الانديه العام احنا مجرين حق جاليه باكستان هو تو ابو محمد يقول الارضيه زينه ويلعبون كريكت لا 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 هو ارضيتهم مو زينه انا اقول لك الكريكت هذا قاعد يلعبون بالشارع انت تطلع يوم الجمعه الصبح تلقاهم بالساحات اي مراحه اي مكان خرب الارضيه الكريكت يحطون اي بس يبون فلوس يستفيدون وين خرب الارضيه عطوا حق منزل الارضيه عاد اللي بيها هي خربانه خربانه ايش من زينه ابو محمد رافض يعلق لا خلي يعلق هذا قرار مجلس اداره قصدك يعني انت مالك دخل فيه والله يا ابو سعود انا بالنسبه لي انا ما عمري اجرت على حق احد بصراحه الاداره قصده مو بالنسبه لي انا اتكلم عن نفسي إيه لا ما بس الاداره اجرت ايا كان انا ما ادري من اللي اعطاهم من اعضاء مجلس الاداره وحتى لو ادري ان فلان اعطاهم فيجي ما اقدر اقول لا هذا الواقع واقع مرير ابو طارق النقطه اللي ذكرها اخونا كاس البراعم من الاخر احنا جت المسابقات مو دورنا في لجنه خاصه للبراعم نعم. وهم اللي ماسكين الموضوع عند احمد المحطب وسليمان خلاوي بالضبط نعم. انا عندي سؤال حق لجنه المسابقه قضيه راي عام صارت الفتره اللي طافت مباراه الساحل والعربي شلون عرفتوا ان اللاعب هذا كان موقف طلعت تصريحات علشان تكون الموضوع لاعب العربي قصدك إيه. لان طلعت تصريحات من الدكتور محسن ان في لجنه تتابع المباريات وتعرف شنو فيه اذا كان في لاعب موقوف او عنده انذارات او هذا الكلام انا سويت تحقيق بسيط او اتصالات ويا الكثير من المسؤولين في الانديه ما في شيء اسمه لجنه لا 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 هو اي لجنه هذه اللي تتابع وبعدين حتى اللجنه اذا موجوده وتتابع تكتشف الخطا هذا بعد مباراه بعد اسبوعين بالاسبوع الثالث مو كذي سالفه عفوا عفوا لا عفوا ابو محمد لو العربي فايز على القادسيه معلش لو العربي فايز على القادسيه زين راح يقرب منه 4 نقاط وراح تزيد اماله هل انت بعد لعبه هذه راح تصرح انه تاخذ منه 6 نقاط على اي اساس يعني هذه تصريح انا معلش الاخ محسن العنزي تصريحه يعني لو مصرح احسن افضل لان ساعات عدم الكلام افضل في الموضوع شنو وموقفكم لو العربي فايز على القادسيه لا انا خل اقول لك الموضوع صراحه لا راح اقول لك الموضوع اول شيء اخونا دكتور محسن ما يقصد لجنه تطلع في لجنه بالمسابقات عندنا في ناس في واحد ماسك هو الموظف المصري ما ادري شو اسمه نسيت اسمه في واحد ماسك المراحل السنيه وواحد ماسك السن العام اللي ماسك السن العام يشيك على اللاعبين اللي عليهم انذارات كل اسبوع على حسب مباراته اللاعب العربي جاسم كرم كان عنده 3 انذارات من بدايه الموسم بعد بس طرد من اول بعد طرد كان عنده انذار انا جاي لك بهالموضوع من بداية الموسم كان عنده مباراة مع اليرموك شهر 10 2015 بعدين عنده مباراة ثانية مع الجهرة أيضا بالقسم الأول والمباراة الثالثة مع الجهرة القسم الثاني يعني من بداية الموسم إلى نهاية القسم الثاني أو المنتصف في القسم الثاني هني 3 انذارات هذه ضمن في داخلهم في توقيف عند مباراة طرد أخذ عليها طرد أيوة. أعتقد مع خيطان فمن الطبيعي الموظف قاعد يتابع اول باول على الانذارات لانه يحط قدام عبد العزيز يحط اكس بعدين يحط اكس ثاني على اساس عدد الانذارات اللي خلانا نتاخر في الموضوع اخوي ابو فهد الموضوع مصيري موضوع مهم موضوع يعني ما نقدر احنا ناخذه بس من يوم الاثنين ما اخذ الموقف ايه ايه والمباراه متى كانت المباراه مع القادسيه الجمعه ولا الجمعه انا قاعد اقول لك اي يعني كان لازم تعلم ابو عبد الله احنا اجتماعنا يوم الاثنين احنا اجتماعنا كل اجتماع عندنا كل اسبوع عندنا يوم الاثنين اجتماع يا بالتقارير كلها من ضمنها تقرير العربي طبعا احنا ما نقدر ناخذ في يوم نفس اليوم ناخذ القرار وندزه حق الصحف وننشره ليش لازم لا لان يمكن يكون الخطا موظف يمكن لازم تأكدون منه لازم دقق فيه أنا موضوع مصيري عندي عبو الثلاثة والأربعة والخميس أتأكد لأن أنتم بالضبط والله ستر أنه أنتم ما كنتوا حطيتوا نفسكم في موقف محرج
يعني انت اوكي كل اثنين تجتمع طبعا يعني عندك ثلاثه عندك اربعه وعندك خمسه. قال ابو صلاح قال احنا احنا ارتئينا ان ناجل القرار اذا فاز الحرب. لا على اي اساس يقول عشان قبل المباراه؟ لا لا يقول لك ليش ما بالله. لا 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 ابو عبد الله ترى في طيب. في لبس الموضوع مو ست نقاط ليش ست نقاط ثلاث نقاط مرات الساحل بس. طيب لعبه القادسية العربي ما له شغل ما له شغل اللاعب لا انا ما اقصد كذي اقصد لو انه فايز على حتى لو فايز لو فايز انت راح يعني هو فرحان فايز على القادسية راح تصدمه انت ترجع مكانه. انت بصراحه بغيتوا تراضون العربي ولو النتيجه عكس اللي صار يعني لو العربي فاز ما راضيتوهم ولا شيء. لا 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 حشه والله احنا ارتئينا ان شوي نهدي الموضوع ونشوف القرار الصحيح ونعرف انه فعلا اللاعب لان اذا دزينا كتاب رسمي حق العربي بهذا الموضوع واحنا ممكن نطلع مخطئين ذيك الساعه راح تكون الطامه والمشكله أكبر. ليس 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 لا 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 ما اخذته بعين الاعتبار ترى الاتحاد قبل كم شهر تغير الكلام ترى ابو طارق الحين هذا كلامي انا وانا مسؤول عنه كلامك انت لان كلام ابو صلاح امس لا غير ابو صلاح تو وياي ابو صلاح مع احترامي يعني تو وياي ماسك اللجنه الموضوع ترى كان على ايام اخونا احمد الدويله الله يذكره بالخير واصبح عليه كان على ايام اخر جلسه له كان هو موجود طيب وصلاح تو داش فيمكن المعلومه جاته غلط بس طيب. انا كنت موجود من ذاك الوقت الى هذا الوقت يعني طارق قبل يعني يعني عشان نكون واضحين لجنه المسابقات لم تعلن عن عقوبه العربي علشان ليس عشان مباراه الديربي لا 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 عشان التاكد من الخبر. وفي سؤال ثاني سؤال ثاني بنفس الموضوع بروح حق ابو محمد بس السؤال هذا وهل فعلا انتوا اللي اكتشفتوا الخطا ولا في احد بلغكم قال لكم الكلام هذا؟ لا 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 هذا في كلام ترى داير في الوسط لا 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 ان لجنه المسابقات ما تدري عن العقوبه هذه لا 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 وان العقوبه هذه تم وصولها لكم ايه بفعل فاعل عن طريق واحد اتصل فيكم وقال لكم. يلا اذا عندك الاسم هذا اتهام هذا انا لا انت انا ليش لا لا ليش قلت لك الاتهام ابو طارق هذا؟ ايه علشان ابيك انت تتكلم وتدافع عن نفسك. انا قاعد ادافع وبدافع صدقني في عندنا موظف موجود وراح اي واحد اذا شاك بالموضوع اي عند الموظف ويشوفه. طيب, طيب زين بطارق انت تسمع لي كان هو اللي طلع انتوا قبل كنتوا تبلغون الانديه يعني تبلغون ان هذا عنده اندار شفوي؟ لا لا كان لا ابو عبد الله انتوا تراسلون الانديه لذلك ان فعلا لان فعلا صارت مشاكل صارت مشاكل اذا نسى كتاب مشكله ليش ما دزيت لي؟ اي بالضبط حطينا باللائحه في بند واضح انه مو شرط ان اللجنه مسؤوليه الانديه نعم النادي وبعدين في شيء ثاني المشرف او مدير الفريق يوقع على ورقه فيها الانذارات يدرب ابو محمد بعد المباراه انت طيب. مدير فريق القادسيه انت توقع فلان وفلان وفلان عندهم انذارات تشيك معاه وتوقع على الاستلام وتاخذ معاه. مشكله العربي كانت ان تغيير المشرف بالضبط صار طيب. لبس فيها طيب ابو محمد احد الاخوان يقول فيصل ابو عباس الى مطلق العازمي متى بتحلون مشاكل فريقكم لا رواتب ولا شيء وليش لا الحين مهدي بن حرب اقامته على اليرموك؟ والله يا اخوي فيصل على فكره قانونيا يصير الكلام هذا اقامته على اليرموك يلعب وياكم الكويت اقدر ارفع عليك قضيه مثلا او او بالاتحاد شكوى الغي نتائجكم وفايت قصد بدوله الكويت اي الكويت يصير يلعب على اليرموك ويلعب عندكم يصير كل شيء لا قانونيا تتكلم اي قانونيا انا قاعد اتكلم يعني تلغي النتائج النتائج ليش قامت على اليرموك فترد الثلاث نقاط حق العربي شنو ناديكم نقولهم خليهم يتوافقون ويا اللجنه الاولمبيه الدوليه ونخلص محمد يعني ما ترد الثلاث نقاط المواطن العادي ما يقدر عنده اربع هنود ولا سايق وهذا ما يقدر ما يعطونه اكثر من اربعه ما ادري اكثر من ثلاثه انتوا نادي يعني ما يعطون في عدد واصله ما يعطونكم اقامه ولا يا رجل في بقاله لو يلقون ابعاد لجنه ثلاثيه يبعدونا عن البلد انه اشتغل كفيل ثاني غير الكفيله انتوا الحين بنادي والله بعد محترف لا بالطريقه هاي القانونيه شو يصير الساحل تلغي نتيجته وترجع ثلاث نقاط حق العربي زين يلا يا عرباوي هو رفع القضية عليهم قضية يرفعون القضية عليكم على شنو مهدي بن حرب على أساس يلعب عندكم عشان إقامة اليرموك إيه مو هو مسجل نادي اليرموك الاتحاد مسجلين هذا شك الاتحاد مسجلين يرفع قضية على الاتحاد أي خليه يرفع كيفه شوف هذا في لاعب في لاعب بس ماني ذاكر اسمه معليش الآن من أفضل لاعبين المحترفين أول ما هي نادي كان مسجل مؤذن مسجلينه في الإقامة الحين من أفضل لاعبين والله صدق ابو محمد متى تحلون مشكله رواتبكم ابي الحل عند منو عرفته
وسعود تتذكر انا دخلت وياك مداخله اي صح ولا لا وقلت ابي لا وقلت كل شيء فاقول الاخ فيصل بعد باص اي يحبني في تويتر اي زين تحب ما انت في احد ما يحبك الله يجزاك خير تحبك العافيه بس ما تبي قصيد ولا لا اني الكوت ما عندك قصيده اسلاميه اها كلها اسلام لا غزل ما غزل ما ينفع غزل وهذا ما يصير مو غزل يبقى هذا الغاز عن الكويت عن الكويت يصير شو يقول طلع علينا غزل وسياسه ما يصير هنا زين اوكي ما نبي لكن ابو سعود الاخ فيصل انا تكلمت بتويتر وتكلمت على القنوات ان نعيش مشكله بين اعضاء مجلس اداره لا احنا قادرين نصرف رواتب للموظفين حتى الموظفين اللي بدون المدربين مثل سعد ميد ومثل ابو فيصل اقدم من سور النادي ابو فيصل حسين علي المدرب وبدون اليوم او بكره او بعد اسبوع يمكن ينطرد مشكته من يتحملها نادي الصاحب عملوها اعضاء مجلس الاداره اول المطلق العاصم نعم نادي الصاحب يعلم الله الذي لا اله الا هو اني من شهر 8 انا واخرين وياي ان حاولنا بكل الطرق لكن الابواب مسدوده في هناك اطراف تسعى لوضع العراقيل زين من الاطراف هذه اقول لنا اسم اسمين لا لا ليش سوي التكتل ها هد التكتل وكل امورك تنحل لا 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 مو القصد هذا لا لا والله هذا لا شوف خل الهيئه هني احنا نتحملها أوكي. احنا كاعضاء مجلس اداره في ناس انا اتكلم مثل الرئيس ونائب الرئيس تعالوا حلوا الامور يا اخي شنو عندكم تعال حط لجنه وناقش مطلق العاصمي بكادره وناقش محسن وناقش مفهد شنو عندك مشكله بس مصيبه طيب. محمد لا يعني مدرب مفهد. عندكم العمر هذا كله اي نعم توقف راتب ثلاث شهور مجلس اداره سنوي توقف راتب والبدون ما حصل رواتب والمحترفين عندهم مشكله وحنا انا اقول لك ان اخطانا وقصرنا يمكن اكثر تقصير مجلس ادارات مجلس اداره هذا طيب شنو بتختم انا اشكرك على شجاعتك انا كمواطن كرياضي ايه؟ اناشد وكل حلقه بتجيبني بناشد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الامه ما هو دوركم في اللي قاعد يحصل بالرياضه والايقاف طيب بطارق مشكور يعطيك العافيه وسهرناك انا عندي بعد مناشده بشكل سريع مناشده حق حضره صاحب السمو بقرار من حضرتك يا سمو الامير ما راح تنحل مشاكلنا هذه الا بقرار من حضرتك الملاعب في كل محافظه القوانين الرياضيه دعم ابنائك اللاعبين جيل كامل كله ضاع كلنا في رحمه الله وفي رحمه وتحت امرك يا سيدي يا حضره صاحب السمو انا بسعود بس عندي كلمه تفضل من دام الصراع السياسي اللي موجود ما راح تنحل الامور طيب نلقاكم باكر الى اللقاء